هلا هدول الثري تولز هم نهفة الريفت باي ذا واي. اوكي اخذنا معناته align, offset, move, copy, rotate, mirror to pick and mirror to draw. هلا هدول الثري تولز هم نهفة الريفت باي ذا واي. هم تقريبا الثلاث بيعملوا تقريبا نفس العملة. اوكي هلا اول واحدة شوي مختلفة عنهم بس تنتين التانيين هم نفس العملة تيبيكلي. اذا انا باجي على trim extend to corner هي بالضبط equals للشامفر الموجودة في الاوتوكاد. الشامفر الموجودة في الاوتوكاد حتوصل تو لاينز مع بعض. اذا كانت المسافة اللي في الشامفر زيرو سو راح تطلع زاوية بامتداد الخطين. نفس الشيء الموجود عندي هون. اذا انا اخذت trim extend corner كبست على طرف الجدار من هون وكبست على طرف الجدار من هون وصل لي بينهم بالزاوية المطلوبة. نفس الشيء كليك هون وكليك هون وصل لي بينهم بالزاوية المطلوبة. هلا هدول اي اشي له طرفين اي جدارين لهم طرفين خطين whatever element البارت اللي بكبس عليه انا كبست على هذا الجزء كبست على هذا الجزء هم الجزئين اللي راح يضلوا والجزئين الثانيين راح يلعب منهم trim. فاين مرة ثانية اذا كبست هون وكبست هون الجزئين اللي انا كبست عليهم هم الجهتين اللي راح يضلوا من هدول الوالز بالترم اكستند تو كورنر. طيب اذا انا رحت على trim او extend single element وترم او extend multiple element هم التنتين نفس الريزلت بس single element حتشتغل على عنصر واحد مرة واحدة بقدر اعملها على الاليمنتس الثانية بتعطيني ability استخدم او اعمل multiple selection. So in case انا جيت هون خليني امحي هدول كلهم هاي ديليت وهاي ديليت وهاي ديليت. اذا انا عملت single element راح يحكي لي حدد وين الخط اللي بدك توصل لعنده كبست. هذا بيحكي لي ايش الاليمنت اللي بدك تعمل له extend. لو كبست هون وصل لعنده. اذا بدك بس اي عنصر ثاني والاوردر تبعي خلص لانه single element فلا بلش عملية extension جديدة. يس extend برضه في الاوتوكاد بس في الاوتوكاد لازم يكون في عملية تقاطع. يعني إذا أنا عملت extend لخط لازم تقاطع مع الخط الثاني اللي أنا عم بعمل له extend لعنده. هلأ هون لا إذا أنا عملت extend وكبست على هذا الخط وكبست على هذا الوول ما راح يتقاطع معه بس راح يعمل له extension لعند امتداد الخط اللي أنا اخترته. هلأ in case كانت العلاقة بهذا الشكل بلاحظ إنه هون الخطين متقاطعين او الجدارين متقاطعين وهذا اكستندد لبعد الجدار الموجود بالافقي وهون مش متقاطعين. فانا ان كيس عملت اكستند للاليمنت كبست هون هو راح يعمل اكستند بهاي الحاله. اذا عملت اكستند او تريم اللي هي هاي اسمها اكستند او تريم لهذا العنصر وكبست على هذا الجدار راح يعمل له تريم في هاي الحاله. سو هي تو تولز من اللي احنا متعودين نستخدمهم في الاوتوكاد trim and extend in case الجدارين او العنصرين اللي عم بعمل عليهم هاي التول متقاطعين مع بعض في هاي الحالة راح يعمل trim in case هم بعاد عن بعض في هاي الحالة راح يعمل extend. since انه انا في التول هاي انا قدرت اعمل single element الثاني راح اقدر اعمل من خلالها multiple elements. فان case انا عملت click كبست على طرف الخط عندي ability هلا اعمل drag selection فاعملهم كلهم مع بعض extend لعند هذا الخط. عندي ability كمان اعمل single selection using نفس هاي التول بكبس كليك بكبس على خط واحد عشان اوقف الاوردر حكينا بكبس escape او بكبس double escape عشان اطلع منه كامل.